معشر الأخوات والإخوات، منذ أشهر عمدت عناصر من جبهة البوليزاريو في القيام بأعمال استفزازية متكررة في المنطقة المحالية لجدار الأمن المغربي في الصحراء المغربية، في الجزء الذي يسمى بالمنطقة العازلة. هذه المنطقة كان المغرب قد تخلى عنها طوعا بشكل إرادي آنذاك سنة 1991 تجنبا لأي اشتباكات ولأي توترات، وإسهاما في تثبيت وقف إطلاق النار آنذاك. وكان اتفاق مع الأمم المتحدة كما تعرفون جميعا ومع الأمم المتحدة وحدها في ذلك الحين. وطيلة هذه الفترة كانت دائما هناك عدد من التجاوزات والاستفزازات، وكان المغرب يوجه رسميا التوضيحات اللازمة باستمرار بشأن الوضع في تلك المنطقة الآمنة. وهكذا بمجرد تسجيل تسرب عناصر من جبهة البوليزاريو إلى منطقة تيفاريتي سنة 1991، وجه جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه بتاريخ 3 شتنبر 1991 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبه فيها بما يلي: باتخاذ التدابير الاستعجالية لأجل إعادة الأمور إلى نصابها، وخاصة من أجل انسحاب العناصر المسلحة. وتدخلت الأمم المتحدة فعلا في ذلك الوقت وفي هذا الاتجاه. إذا القصة ليست جديدة، هي قديمة، لكن تكررت هذه الاستفزازات، وفي كل مرة هناك تدخل مغربي وهناك تدخل أممي. لكن منذ فترة مع تكرر هذا الموقف بدأت الأطراف الأخرى تؤول عدم تحرك المجموعة الدولية بالقوة على أنه تسامح وعلى أنه تساهل مع هذه الأعمال الاستفزازية، وربما على أنها قبول لهذه الأعمال. وهذا وضع خطير يمكن أن تجمع عليه أي عواقب، يمكن أن يسير في كل الاتجاهات. ولذلك تحرك المغرب بالقوة بمجرد ما تكررت هذه الاستفزازات في المرحلة الأخيرة. ونذكر أنه كانت هناك محاولات من هذا النوع في مرحلة في منطقة قرقاد، وأنتم تعرفون قصة مرحلة قرقاد، وأن تدخل المتحدة وقبل ذلك التدخل الحازم للمملكة المغربية وللجيش الوطني والجيش المغربي الملكي المغربي كان عنده دور كبير في إعادة الأمور إلى نصابها، لكن بقيت هذه الاستفزازات متكررة. واليوم نتيجة وعينا بالخطورة ديال هذا الموضوع، ونتيجة وعينا بأن الرد على جميع المستويات يجب أن يكون قويا، لذلك كانت هذه المبادرة وكان هذا الاجتماع. الهدف معشر الأخوات والإخوان هو إرسال الرسالة إلى الداخل وإلى الخارج، إلى أصدقاء المغرب وإلى خصوم المغرب، إلى المنتظم المغربي، إلى المنتظم الدولي، أن الشعب المغربي بكل فئاته من طنجة الهويرة وفي مقدمتهم ممثلو سكان الأقاليم الصحراوية ومنتخبوه معبأ، وأن الأحزاب السياسية بمختلف تياويلها لكن لا معارضة ولا أغلبية معبأة للدفاع عن السيادة الوطنية وعن صون المكتسبات وعن الدفاع عن الثوابت في إطار جبهة داخلية قوية متينة صامدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. لذلك بغينا تكون جهات رسمية قامت بالجهود ديالها. أنا الآن هناك أمين عام لحزب عدالة، الجهات الرسمية قامت بالجهود ديالها. كانت هناك رسالة قوية من جلالة الملك الأمين العام، كان هناك حركة للدبلوماسية المغربية، رسائل، تحركات، زيارات. الحكومة أعلنت عن مواقف. نحن نقول اليوم أيضا الأحزاب كثيرة
أصدار البلاغ، ولكن إحنا بغينا واحد رسالة حزبية وديال المنتخبين وديال أيضا معهم مختلف الفئات قوية على أن هذا الأمر ليس مسألة دولة، ليس أمر يعني الدولة وحدها، ليس أمر يعني الجهات السياسية وحدها، إنه هو أمر يعنينا جميعا كمغاربة حيثما كنا في مختلف المناطق وفي مختلف الجهات وفي مختلف المؤسسات وحيثما كنا نشتغل. هذا هو الرسالة اللي بغينا نشوها اليوم واللي بغينا نشوها بالخصوص إلى خصوم المغرب ولكن أيضا نشوها إلى المنتظر الدولي. هناك نريد أن نقول إننا نرفض رفضا باتا كل المحاولات اليائسة في هذه المنطقة العازلة لإيجاد موضع قدم لأي طرف آخر. والمغرب أعلن أنه سيرفض هذا بقوة وأن الأمر مفتوح على جميع الاحتمالات. ووعيا من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة بعدالة هذه القضية أن هناك تشويشات تبث أخبار ومزاعم وإشاعات. هذه القضية المغرب فيها ينطلق من أرضية قانونية وتاريخية وواقعية وعملية صلبة. هذه الأراضي هي أراضي مغربية، هي ديال السيادة المغربية. ورغم ذلك المغرب تخفيفا للتوتر وتجاوزا لأي إشكال آنذاك تخلى طوعا للأمم المتحدة في مجال المراقبة على أساس أن تبقى كما هي. أي تدخل فيها يغير طبيعتها يحتاج إلى مواجهة قوية. أقول وعيا من المجتمع الدولي بأن هذه القضية صحيحة وربحة. أشار إلى التقرير الأخير للأمم المتحدة، صحيح أن التقرير أن الرسالة الأولى للأمم المتحدة 91 تؤكد على أن المنطقة العازلة يجب أن تحتفظ بوضعيتها كما كانت، لكن هذا التقرير ذهب للأصدر ديال الأمم المتحدة والذي يقول فيه بالحرف فقرة 80 ويساور من القلق إزاء احتمال عودة التوتر عقب عودة جبهة البوليزارو إلى منطقة القرقالات وإزاء ما قد ينتج عن مثل هذه الأعمال من أحد الطرفين من تحديات لوقف إطلاق النار. وإني أنوه بتروي المغرب في رده لإبقاء قواته في مسافة بعيدة جدا عن المنطقة العازلة أثناء التوتر، وأدعو جبهة البوليزاريو إلى الانسحاب من المنطقة العازلة كما فعلت في أبريل 2017. وكرر الأمين عام في هذا التقرير مرتين أخرى، يعني ثلاث مرات هو كيهضر على هذه القضية بهذا المنطق، بمعنى أن هو يقول قبل ذلك: ودعوت أيضا إلى عدم عرقلة حركة المرور البدني والتجارة العادية وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تشكل تغييرا للوضع القائم في المنطقة العازلة. إذن هذه منطقة عازلة والأمم المتحدة تعترف بأنها يجب أن تبقى كما كان. فالموقف المغربي قوي حقوقيا، قوي تاريخيا، قوي قانونيا، قوي وفق اعتراف المنتظر الدولي. لهذا فاليوم رسالتنا نوجهها وهي قوية أيضا بالإجماع الوطني، كنقولوا الإجماع الوطني أيضا حتى هو قوة إضافية لهذا الموقف الوطني بغض النظر عن مواقعنا جميعا. إذن الجواب الصحيح والوحيد على تلك المناورات وتلك الاعتداءات يجب أن يقوم على الصرامة وأن يقوم على الحزم وأن يقوم على التعبئة استنادا إلى الإجماع الوطني حول عدالة هذه القضية. نواجهها بعزمنا، نواجهها بصدقنا، نواجهها بإيماننا وثباتنا وإيماننا بقضيتنا، نواجهها بعملنا السياسي الجاد. وهذا هو دعوتنا إلى جميع الأطراف الحاضرة معنا في العمل السياسي الجاد. قد نختلف في بعض القضايا السياسية، قد نختلف في بعض القضايا الاقتصادية ومقاربتها، قد نختلف في بعض القضايا الاجتماعية ومقاربتها، وهذا كله مشروع. ولكن هذه القضية هناك إجماع وطني ونحن مجتمعون في الأمر الذي لا نختلف حوله لنعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة، قوة واحدة للحفاظ على الحق الوطني والحق المغربي. تحية تحية أخيرا لجميع الحكومة الحية في هذه المنطقة العزيزة.
فهي للمنتخبين جهويين ومحليين الحاضرين معنا. تحية للشيوخ أعيان القبائل، القدماء المحاربين، للمجتمع المدني، للنساء، للشباب من هذه المناطق والأقاليم الصحراوية، ونقول هذه المعركة معركتنا جميعا، نحن وإياكم فيها بحضرة الوقت، كلنا يد واحدة في هذه المعركة إن شاء الله، وسننتصر فيها بتبادل الشعب المغربي، بقوة الشعب المغربي، ببصيرة الشعب المغربي، وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم.